بعد ما انتهى معرض الكتاب والزخم الكبير اللي كان حول الكتب، بقينا اللي فينا بيقعد يركز كده في التفاصيل، يقول اذا كانت الزحمه شديده كده قوي في معرض الكتاب، امال ليه احنا طول السنه بنشتكي من انه القرايه مش بخير قوي، وانه الثقافه بعافيه، وان عندنا مشاكل حقيقيه في الاهتمام بالكتاب. والواحد فينا كان يتمنى يقول انه يا سلام لو القرايه تطلع موضه، تبقى ترند. هي بالمناسبة موضة في بلاد كتير، هي موضة وشياكة وواجهة، وانك ما ينفعش تقول ان انا ما بقراش لانها عيبة كبيرة قوي. احنا عندنا هنا لسه ما وصلتناش الثقافة دي، لكن احنا كمان جمهور غني جدا للترند، واحنا ملوك الترند، احنا نعرف اي حاجة نخليها تضحك ولطيفة ومبهجة. في ترند لطيف نقدر نقول انه من مكتسبات معرض الكتاب السنة دي، انه الكتاب والمثقفين واللي بيهزروا وما لهمش في القرايه خالص اجتمعوا على ترند واحد، ودي هي المعجزه هنا، انه ترند الغلاف الموازي. في خلال ساعات قليله بقينا صحينا الصبح كده لقينا ناس بتحط اغلفه موازيه، تحط اسماء كتب حقيقيه لكتاب حقيقيين. ويمكن الميزه بقى ان احنا في كتب ما كناش نعرف اسمائها وما نعرفش مين اللي كتبها، لكن بسبب الهزار والكوميكس اللي طلعت بقت معروفه، على الاقل عرفنا اسماء الكتب. ترند الغلاف الموازي حقق نجاح شديد جدا، لدرجة أن بعض الناس قالت يا سلام لو الكتب التقليدية تبقى أغلفتها ظريفة ومبهجة كده يمكن مبيعاتها تبقى أعلى. الغلاف الموازي هو واحد من الترند، أنه لو كتبت بس هاشتاج غلاف موازي هيطلع لك كمية من عناوين وأسماء الكتب فظيعة، حاجات قديمة وبجبروت المصري عارف يجيب لها صور وكوميكس وصنعوا لها أغلفة جديدة. حاجة مبهجة ولطيفة وجميلة، لكن كمان عايزة أعرفكم بصاحب الفكرة. مين أول واحد قال نعمل غلاف موازي؟ مين اللي فكر في الفكرة دي؟ ونسأله بقى عن ردود الفعل ورأيه فيها المترجم والناقد الأستاذ محمد الفولي، صاحب فكرة ترند الأغلفة الموازية. مساء الخير عليك أستاذ محمد. نور، أهلا بحضرتك. احكي لي بس، انا اسفه يعني في استخدام الجمله دي، بس القلشه ابتدت ازاي؟ هي القلشه ابتدت على نفسي مبدئيا يعني فعلا. انا في البدايه يعني زي ما حضرتك قدمتيني، انا مترجم وكنت ترجمت حوالي 16 عمل عن الاسبانيه. بس كانت البدايه كنت بعمل كوميكس وميمز على اربط مشاهد او لقطات من افلام ومسلسلات عربيه كوميديه بمشاكل بتقابلني في الترجمه وانا بترجم، بس كنت برفعها عندي على صفحاتي الشخصيه مخليها مقتصره على الاصدقاء فقط. بعد كده قبل المعرض جت في دماغي فكره ان انا اعمل فكره الاغلفه الموازيه ديت بلقطات ومشاهد كوميديه من مسلسلات وافلام عربيه قديمه نوعا ما على الترجمات اللي انا قدمتها للقارئ العربي يعني. حلو. بس بعد كده في خلال المعرض بقى نفسه برضو كنت قاصر المنشور دوت على الاصدقاء بس، لان انا نوعا ما شخص خجول والموضوع ما اتفجر مش عارف اتعامل مع اي حد دلوقتي يعني. بس عملت بقى المنشور اللي هو اللي فيه ترجمات بس مش بتاعتي انا، نفس فكره الغرفه الموازيه، والمره دي ما خليته ان هو يبقى بابليك او عام يعني. نمت وصحيت زي ما حضرتك قلت بالظبط، لقيت الموضوع مفرقع بالطريقه ديت وكانت مفاجاه بالنسبه لي، لان يعني انا كنت بهزر بس مع اصحابي، وبعد كده فجاه لقيت ان مصر كلها بتهزر معايا يعني. انا مثلا اخوه كرامازوف ده وقعني من الضحك مثلا لما معمول يعني، في حاجات فعلا ذكيه حلوه يعني. انت اللي ابتديت بدول مجموعه؟ انا بدات بدول، ويعني انا ما فيش انا يعني كان الاول حاجات على يعني بتخص ترجماتي انا، وكنت على قصيرة على اصدقائي بس، لما عملت ترجمات تانية وعملت المنشور عام لقيته انتشر بالصوره ديت. ايه الزاويه الايجابيه بقى من الموضوع؟ انا مشكلتي في الحياه ان احنا بناخد الحاجه العميقه ونهزر عليها، فساعات نبوظ العمق. يعني انا شايف لا، بس انا شايفه هنا في حاجه حلوه. فعلا هي اول حاجه ايجابيه ان هو في نوع من البهجه، دي اول حاجه ايجابيه بغض النظر عن اي حاجه ثانيه، ان هو البهجه الموجود دوت ومشاركه كل يعني كل الاطراف بتاعه الموجوده في الوسط الثقافي من ناشرين ومن مترجمين ومن مؤلفين ومن قراء، اول مره الاربع اطراف دولت يشتركوا في حاجه واحده وبنفس البهجه ديت يعني. يعني حاسس ان بقى في
في بقى في تواصل اكبر بين الجهات الموجوده في صناعه النشر من صانعين ومن متلقين. ده جزء تاني. الجزء الثالث ان بالفعل انا شفت تعليقات من قراء على سواء على تويتر او على فيسبوك ان هو يعني زي ما حضرتك قلتي في عناوين ما كانوش عارفينها اتعرفوا عليها من الترند دهوت وزودوا قائمه القراءات بتاعتهم. في ناس ما كانتش القراءه داخله من ضمن اهتماماتها فالترند دوت بخفة الدم اللي فيه لفت انتباههم ان هم عايزين يقروا عناوين معينه. فدي شايفها حاجه يعني شايفها حاجه ايجابيه جدا ان يعني تعتبر كانها يعني دعايه او بالظبط هي دعايه لكتب ولكتاب مؤثرين لانه اتعملت اغلفه لكتب مهمه ومؤثره يعني حاجات كده في ميزان الثقافه توزن بالظبط. وهو الناس هي اللي خدت الترند للحته الثانيه يعني هي يعني ده ابداع الناس. هو الفكره كلها يعني انا عملت حاجه ما كنتش عارف ان هي هتبقى بالطريقه ديت والناس هي خدت بابداعها وبنشر الموضوع ده الطريق لحته ثانيه وطلع افكار جميله جدا يعني. لا بما انك نجحت السنه دي في انك تخلينا نعرف اسماء الكتب السنه الجايه عاوزينك تطلع لنا ترند المعالجه الساخره للكتب اي حاجه تخلينا نقرا اكتر. بشكرك شكرا جزيلا المترجم والناقد الاستاذ محمد الفولي صاحب فكره ترند الاغلفه الموازيه. تاني اللي ما يعرفش ايه ترند الاغلفه الموازيه بس انا اعتقد ناس كتير عارفاه اكتب كده هاشتاج الاغلفه الموازيه هتلاقي ان المصريين قرروا انهم يعيدوا اغلفه كل الكتب العالميه والمحليه وعملوا عظمه. ففعلا هي فكره لطيفه اننا نرجع نفتكر اسماء كتب.